في إطار محاربة كل مظاهر الإجرام المسة بالاقتصاد الوطني وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام أشخاص بحيازة ونقل كميات معتبرة من المشروبات الكحولية لغرض المتاجرة بدون رخصة، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتيارت من حجز 4080 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام مع توقيف 4 أشخاص، حيث تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أين أمر بإعدام الحبس بمؤسسة إعادة التربية بتيارت.